السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نتير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. بما أنه إحنا صرنا بفصل الربيع أو بدايات فصل الربيع، رح نرجع ونفعل فقرة نباتات الزينة المزهرة، واليوم جيناكم بنبات جميل جدا، جماله بضاهي جمال نبتة الورد الجوري. هاي الأزهار اللي شايفينها أمامكم تعتبر من الأزهار الصالحة للقطف، وتستخدم بالمناسبات والأعراس، وأيضا هذا النبات ممكن أنك تستخدمه كنبات تزيينة أو نبات يزرع بالأصوص. هذا النبات اسمه نبات الحوذان الآسيوي أو الحوذان الإيراني، وأيضا بالعراق بيقولوا له نبات الرانكلين أو نبات الثومة. ما راح أحرق عليكم الفيديو، تابعوا الفيديو للنهاية لأنه نبات جميل وبنصحكم باقتنائه، وفي معلومات كثير هامة بتنطرح أول مرة عن رعاية هذا النبات وعن سمية هذا النبات. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو، لا ننسى أن ندعي لإخواننا بغزة أن رب العالمين ينصر على القوم الظالمين ويداوي جرحاهم ويرحم شهدائهم، وإن شاء الله النصر قريب. ولا تملوا من المقاطعة ولا تملوا من الدعاء لإخواننا، ولا تنسوا أن تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس. واللي حابب يدعمنا ماديا لتطوير المحتوى وتطوير التصوير، فيكم تدعمونا عن طريق انتسابكم كأعضاء بالقناة، والأعضاء لهم ميزات خاصة فيكم تشوفوها تحت، وأيضا بيكونوا مساهمين معنا بنشر الأجر ونشر الثواب إن شاء الله، لأنه هذا من العلم اللي ينتفع فيه. هذا النبات الجميل مثل ما ذكرنا اسمه نبات الحوذان الآسيوي أو الحوذان الإيراني، وهو يعتبر من أجمل النباتات الزينة الصالحة للقطف. هذا النبات شبه بصلة، يعني بتكاثر بواسطة الجذور المتدرنة اللي بتكون بتشبه مخلب الأسد أو مخلب النمر. هذا النبات شبيه نوعا ما بنبات تكلمنا عنه قبل هالمرة، واللي هو نبات الأضاليا اللي أيضا بتكاثر بواسطة الجذور المتدرنة. طبعا في عدة طرق لأكثار هذا النبات رح نتناولها بنهاية الفيديو إن شاء الله. هذا النبات يعتبر من الأزهار الربيعية لأنه بتبدأ تخرج الأزهار ببدايات فصل الربيع، وله عدة ألوان وعدة أشكال وأنواع. وعلى فكرة هذا النبات هو قريب نبات شقائق النعمان أو نبات الحوذان البري اللي بيطلع بريا عندنا، اللي رح تطلع لكم صورته هون. فهذا النبات يعتبر من أقارب هذا النبات، حتى أنه شكل الزهرة متقارب جدا، إلا أنه نباتنا أزهاره أجمل وصلاحيته أكثر، يعني بتظل مزهرة حوالي 15 يوم، لهيك يعتبر من الأزهار الصالحة للقطف ويستخدم بالمناسبات، لهيك بتلاقيه بينباع بمحلات الزهور والورود. وهلأ رح نبدأ نتعرف على كيفية عناية هذا النبات، أو شو هي المتطلبات اللازمة لنمو هذا النبات إذا جبناه لعنا على المنزل. من ناحية الإضاءة، فهذا النبات بحب الإضاءة الشمسية الكاملة وبيكره العتمة أو بيكره الأماكن اللي ما فيها شمس مباشرة، لهيك لازم تحطه بحديقتك أو بلكونتك المعرضة على الأقل لست ساعات إضاءة شمسية مباشرة. وإذا ما توفرت له هاي الإضاءة، النبات رح ينكمش، الأوراق رح يتغير لونها، وأيضا الأزهار رح تخرج صغيرة، هذا إن خرجت الأزهار بالأصل. لهيك الشمس ضرورية جدا لهذا النبات، ولازم تحطه تحت أشعة الشمس المباشرة أو الشمس الكاملة سواء بفصل الصيف أو بفصل الشتاء. من ناحية السقاية والرطوبة، فهذا النبات يعتبر من النباتات المتطلبة للسقاية بفصل الربيع وفصل الصيف، مثل النباتات اللي شايفينها، كل ما جفت التربة بنقوم بعملية السقاية. أما بفصل الشتاء وفصل الخريف بتكون السقاية قليلة جدا، والنبات لأنه بيدخل بطور السكون باعتباره نبات شبه بصلة مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة، فهو مثل نبات الأضاليا. أما من ناحية التسميد، فهذا النبات بيستجيب بشكل جيد للسماد العضوي بنهايات فصل الشتاء، بنحط له السماد العضوي ونقوم بعملية نكش أو تقليب التربة حوالي النبات. هاي العملية كتير مفيدة وبتخلينا نحصل على أزهار أكبر بالحجم، وأيضا النبات بيكون كقوة نمو بيكون أقوى إذا حطينا له السماد العضوي. أما فترة النشاط أو فترة الربيع والصيف وفترة التزهير، فينا نسمده بسماد MBK المتوازن عشرينات اللي تكلمنا عنه بهذا الفيديو قبل المرة عن طريقة التسميد. راح أترك لك هذا الفيديو تحت بصندوق الوصف، أو إذا ما لقيته بصندوق الوصف راح يطلع لك بعلامة البطاقات. من ناحية التربة، هذا النبات بحب التربة العضوية، وفيك تنميه بأي تربة، ولكنه بحب التربة العضوية ذات التفاعل الحمضي أو التربة الحامضية، فهو بهيك بيشترك مع نبات الجاردينيا اللي تكلمنا عنه بهذا الفيديو، فهو ونبات الجاردينيا بحبوا التربة الحامضية. طيب كيف فينا نعدل حموضة التربة إذا كانت قلوية، وكيف فينا نحسن حموضة التربة؟ هذا جاوبت عنه كله بفيديو مفصل، راح يطلع لك هون صورة هذا الفيديو، وراح أترك لك إياه تحت بصندوق الوصف أو راح يطلع لك بعلامة البطاقات.
عنوانه التحكم بحموضة وقلوية التربة، وعلمتكم كيف فينا نتحكم بهاي الحموضة والقلوية بالمنزل بطرق سهلة وبمواد بدون ما ندفع أي ليرة. من ناحية تحمل الحرارة والبرودة، فهذا النبات يعتبر جيد التحمل للبرودة وللحرارة، ولكنه ما بيتحمل أبدا درجات حرارة الصقيع أو أنه تنخفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه. لهيك بفترة الصقيع فيكم تقوموا بعملية تغطية هذا النبات بكيس نايلون، أي كيس نايلون موجود عندكم. هذا الشيء بيساعد النبات على أنه يتجاوز مرحلة الصقيع، وبعد ما تعدي فترة الصقيع فينا نرجعه لخارج المنزل ونحطه تحت درجات البرودة العادية، ولكن الصقيع بيؤدي إلى أنه هذا النبات يتضرر. أما فترات الحرارة الشديدة مثل إذا كان النبات موجود بالعراق، ومعروف أنه بلد العراق فيه درجة الحرارة عالية جدا، فيفضل أنه النبات بفترة الظهيرة نقوم بوضعه بمكان بيتعرض للشمس المغربلي، وبفترات العصر والصبح فينا نحطه تحت أشعة الشمس المباشرة. والنبات بشكل عام بيتأقلم تدريجيا على أشعة الشمس الكاملة باعتباره نبات بحب الإضاءة الشمسية القوية. وهلأ بنجي على الفقرة اللي بتحبوها، هي كيف فينا نكاثر هذا النبات منزليا. في عنا طريقتين أساسيتين لإكثار هذا النبات. الطريقة الأولى هي طريقة الجذر المتدرن اللي حكيت عنه ببداية الحلقة. هذا الجذر اللي واضح صورته هون، بتقوم بعملية تقطيع هذا الجذر لعدة قطع، بعدين بتقوم بعملية طمر هذا الجذر بفترات بداية الربيع أو بنهاية الشتاء. بتقوم بعملية زراعة هذا الجذر المتدرن، وفيكم أيضا تزرعوا البذور بفصل الخريف، وهي البذور رح تنتج لكم نباتات صغيرة. ويفضل إذا بدنا نبات مزهر أنه نقوم بعملية الزراعة بواسطة البصلي أو شبه البصلي أو الجذر المتدرن. أما إذا كان بدنا نباتات للإكثار بالأيام ومشان تكبر عنا، نقوم بعملية الإكثار بواسطة البذور. هذا النبات باعتباره من الفصيلة الشقائقية، وهو قريب شقائق النعمان مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو، ففيه هذا النبات مواد كيميائية وتعتبر من المواد السامة. لهيك هذا النبات يفضل أنه يبقى بعيدا عن متناول الأطفال، لأنه الأطفال ما عندهم الوعي ممكن أنهم يأكلوا من أوراق هذا النبات أو يأكلوا الزهرة الخاصة بهذا النبات، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تسممات عند الأطفال وأيضا اضطرابات معوية، وممكن أنه نحتاج لا سمح الله ندخلهم للمستشفى. لهيك يخلوا هذا النبات بعيدا عن متناول الأطفال، مثله مثل النباتات الداخلية بشكل عام. هاي النباتات تعتبر غالبيتها لازم نبعدها عن الأطفال، لأنه إذا أكلوا جزء من هاي الأوراق أو جزء من هاي النباتات ممكن أنهم يتضرروا. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن نبات الحوثان الإيراني أو نبات الحوثان الآسيوي أو نبات الثومة كما يعرف بالعراق أو نبات الرانكل. بتمنى أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. إذا كان عندكم سؤال عن هذا النبات أو النباتات اللي تناولناها سابقا بهاي السلسلة، فيكم تتركوا إياها تحت بالتعليقات. لا تنسون من لايك الفيديو والاشتراك بالقناة ومفعل زر الجرس. اذكروا الله وصلوا على الرسول، رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.